اذا بنعمل استاذ باكج جديد بقلبه استاذ بتعمله نيو جافا كلاس بتسموه ماي جي سي جيم. جي سي جيم كانفاس جيم اللي هو المسحاق تاعي. فينيش. هذا استاذ اكستندز جيم كانفاس. طبعا بذكركم لما بحط لكم خط احمر انه بده شي تابونا. نعمل له شي تابونا. نعطيها سوبر ثرو عشان يفتل المنجنون تاع الإيروعيم وبطل في عنا غلط. إذا لاير مانجر ونختار الاسم تاعه كمان لاير مانجر صغيرة. طلع قدام لاير مانجر عادة أنا بعطيه اسم الأم. إذا جيم ديزاين أوكي. كم شخضة في عنا إحنا عملنا تايلد لاير؟ ثنتين ذاكرين باك جراوند والوولز مزبوط. حلو. اذا انت نعمل هنا اشتت خنوت برايفت لاير تايلد اكتب تي اي طبعا تايلد لاير تي ال باك جي باك جراوند. بنعمل كمان برايفت تايلد لاير تي ال وولز انيت انيشلايز. شو يعني؟ بديش ابني كل الكائنات بشي تابونا، بدي ابنيهم بدال انيت. قبل هيك تعا نوسع الشاشه، ناخذ نستغل كل مجال الشاشه. بنستعمل سيت فول سكرين، اكتب سيت اف كنترول سبيس طبعا سيت فول سكرين ترو. هذا معناه اني بدي استعمل كل حجم الشاشه لمساحه المسحاق تاعي، وبكتب دالي انيت ان انيت قواس فاضي. بعطيني تحتيه خط احمر، بستعمل العزراء هون المساعده عشان اعمل كريت ميثود. The layer manager يساوي new layer manager GD يساوي new game design. إذا هون أنا أستاذ أنا استخرجت من الجيم ديزاين وين عملنا إحنا بالجيم بيلدر، بذكركم هون بس عملته بالجيم ديزاين، بنيته هذولا. هذا هو الجيم ديزاين فيه بالسورس جيت لكل تايد لاير. هاي التايد باك جراوند هنا بيعمله، هنا ببنيه، هنا كل اشي بيعمل فيه اوكي. وانا هنا بستعملها. واحدة من الشغلات اللي هنا ضاوي عندي احمر انه في عندي اكسبشن نزراك. ليه؟ اذا بتطلع انا بتطلعوا معي هون، اذا بتطلع بشوف الدالة جيت وولز شو بتعمل؟ throw io exception. ليه throw io exception؟ لانه في عندها get tiles اللي هي بترجع صوره. get tiles اذا بروح عليها هاي بتعمل صوره، والصوره بدها try and catch او تعمل زريكال الاكسبشن. يعني هي هون هاي الداله get tiles بدهاش تعالج الاكسبشن، زدتها للي بده يستعملها. مين استعملها؟ مين استعملها؟ get background. جيت باك جراوند كمان قال انا بديش اعمل تراي كاتش، بديش اعالجها. شو بعمل؟ كمان مره بزتها للي بده يستعملني ثرو. مين هسه اجى يستعملها؟ احنا مزبوط جينا ونستعملنا. هسه احنا مجبور او منعالج او من زت. اوكي تعا نزت. اذا بنعمل ثرو اي او اكسبشن. واحدة واحدة صار عنا عملنا ثرو.
ملاحظين بما انه السطرين هذولا get background و get tl walls مزبوط انه الثنتين زركوا حرقة، ولكن بما انه برجع بزركوا نفس نوع الحرقة عملت throw الثنتين انا غطيت صح؟ هون شو بعمل انا؟ نفس الاشي الشتاء هون، هون اذا بدكو بتقدر تعمل try and catch او تعمل شو كمان؟ throw لمين بدي يرجع؟ للي بدي يستعمل game canvas اللي هو مين؟ الميدلت. واضح؟ تعال نعمل throw كذا كمان مرة. نعمل كمان try and throws throw IO exception. اوكي. المرحلة الجاي استاذ بدنا نعد كين اللاير مانجر بالجيم ديزاين. في عندنا طريقة. اللاير مانجر في عنده دالة بدي اعد كين، اسف بدي اعد كين اللاير مانجر بشو انا عملت بالجيم ديزاين مش انا بنيت. عندنا هناك طريقة بالجيم ديزاين اعطيه لاير مانجر وهو اوتوماتيك يعبيه بكل الشغفوت. كيف؟ جي دي نقطة ابديت لاير مانجر مكتوب فور سين، ذاكرين فور سين، وبعطيه انا ايش؟ هفني على المانجر حتى هم يزهقوا تا اوتوماتيك. هاي شو بتعمل هاي الدالة؟ هاي تابعة للجيم ديزاين للجيم بيلدر لهاب، شايف؟ اسه منروح عليها منشوفها. اللي شو بتعمل؟ معدكينة اللاير مانجر بكل اشخفوت السين، بكل اشخفوت السين. يعني اذا بروح عليها تعطوني بس انتباهكم ثواني. طلع كيف بروح على الدالة؟ بتعرف كيف بروح على الدالة بشكل سريع؟ بتعمل بتوقف فوق الدالة بالفارة، بتعمل كنترول وبتعص بالفارة على اسم الدالة، دغري بنقول لك وين هاي الدالة موجودة. نقلني على هاي الدالة، طلع شو بيعمل، باخذ لاير مانجر. استاذ تعلمنا لاير مانجر وانسرت وابند ووجعت لنا راسنا، اهي يا استاذ، شايفين؟ هاي جيت وول وشو بيعمل لها؟ ابند، بعدين باك جراوند وابند. مين بقول لي ليش عمل بالاول ابند للوولز بعدين للباك جراوند؟ اذا موجود قبل جيت وولز الابند هاي قبل هاي، لانه طبعا دائما الابند بزيد الشخفاء على الاخر، بما انه باك جراوند هي اوطى وحده هي اللي من ورا، شو بيعمل؟ بزيدها هناك. بنرجع على الجيم كانفاس، راح اعلمكم طريقتين، هاي الطريقه للجيم ديزاين، وطريقه ثانيه احنا نعالج الابند، نعمل ابند لمين؟ لهذول الجهتين، واضح؟ احنا نعمل الابند. اوكي. المرحله الجايه بدنا نعمل الدرو. private void draw all هذا اسا شو بده يعمل؟ بده يرسم لي على الجيم كانفاس السين، واضح استاذ؟ يرسم لي على الجيم كانفاس السين. احنا تعلمنا انه في لاير مانجر بينت، مزبوط؟ اذا بعمل الام نقطه لاير مانجر، اسف لاير مانجر نقطة paint. لازم اعطيه الجرافيكس، الجرافيكس تاع مين بدي اعطيه؟ تاع الجيم كانفاس. اذا بقول له get، ما انا بقلبه موجود get graphics، بدي اقول له من وين يبلش يرسم، من الصفر صفر، عشان اعد كين الجيم كانفاس بستدعي فلاش جرافيكس، عشان لسه نشوف الناتج بسرعة. تحتي الانيت استاذ شو بتعملوا؟ بتعملوا زيمون لدرو اول ولو مره واحده، درو اول وين نروح على الهيلو ميدلت، بدنا نزيد هسه الجيم ماي جي سي جيم على الباليت، بنروح على الباليت على اليمين كباس يمين بالباليت، نعمل باليت مانجر، باليت مانجر باليت مانجر، بعمل اد تو باليت، بختار اسم هون البروجكت تاعي اذا ما كانش موجود، اذا بختاره بتاكد انه مكتوب 12/1 ماي جيم 2010، نيكست. هون بعطيني كل الكانفاسين اللي عملتهم، هون انا مبين عندي جيم كانفاس ماي جي سي جيم وصفاء طبعا، اوكي كلوز كلوز. اسا بتمحوا الفورم الموجود عندكم
بالميدلت او بتخلوه بتفرقش معي. بتجر من الباليت ماي جي سي جيم وبتجر ساب من ستارتد. ها مش كيف شفت عند بعضكم من الريزيوم بجره من ستارتد من جر على جي سي جيم. بالهيلو ميدلت الكل في عنده غلط المفروض شو بيعمل؟ بروح على السورس سريع على اليمين في عندكم نقطة حمراء مزبوط عص عليها بالاول منروح على السورس منروح منضغط على النقطة الحمراء هون على اليمين بوديك بالضبط لوين في غلط. كيف منصلحه استاذ؟ اذا انت بدك اياه يعمل لك تراي ان كاتش اوتوماتيك بزبطش معك ها؟ بدك تكتبه يا دني طلك بكتب انا قبله مش في عندكم خط ابيض ومكتوب هون بري رايت بري انيت بكتب هناك تراي وبفتح قوس تحت بالابيض اللي تحتين رايت بوست انيت هناك بكتب بسكر القوس وبكتب كاتش بفتح قوس بكتب اي اكس كنترول سبيس اكسبشن سبيس اي يعني متغير اسمه اكسبشن اي وبقلبه بكتب اي نقطة برينت تريس. هون المفروض احنا بالميدلت استاذ نعالج ننطيه فيو اليرت نعطيه اليرت معين يعرض لنا شباك جديد فيه ونقول له انه في عنا مشكلة بتعينات المسحاك ينطيه يعني يتساءل بشكل إليجانت مش استام استام مش عم بيشتغل المسحاك فاهمين علي استام؟ طلع عندي انا هون وين موجود بالناقص الاكس ناقص 936 ليه؟ طب استام بدي اياه صفر صفر صعب انت تحرك بالفارة هون وتحددها بالصفر صفر شو بتعمل؟ هون عندك نيفيجيتور على الشمال بتروح لكل شخفة هاي الشخفة الاولى اوكي شو بتعمل بتعص عليها بتحط ايش هون محل الاكس بتمحها وبتحط صفر والواي كذلك الامر ايش صفر الشخفة الثانية نفس الاشي بتحطها صفر صفر هاي اهون طريق اهون طريق واضمن طريق انك تحطهم بالصفر صفر من هنا. اذا استاذ بعد ما بنروح على النيفيجيتور هنا تاع الجيم بيلدر بنحطه بالصفر صفر اللي مش مبين عنده استاذ النيفيجيتور بروح او مش مبين عنده بيسكره بيعمل روح على الويندو نيفيجيتنج نيفيجيتور او كنترول سبعة اوكي وبتحط صفر صفر هون بالاكس والواي هون بتشوفوا بين عندي الحيلك اللي حسيتها على الصورة اللي عم بيورجيني الفيو ويندو اللي هو كبر الشاشة من هذا السين ملاحظين استاذ؟ السين ممكن يكون كبير